سلام بنات ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم بغيت نقدم لكم وصفه ديال البانكيكس ولي كوفر. غادي نصايبوا عجينه وحده وغادي نخرجوا منها هاد جوج الانواع. غادي نحتاجوا هنايا الطحين، الزبده، عندي الحليب، البيض، خماره ديال الحلوى، وواحد فاني، واحد معلقه ديال السكر سنيده، وشويه ديال الملحة. هاد الوصفة هادي كتجي سهلة بزاف ولذيذة. غادي نبداو بالتحضير ديال العجين اللي كيتحضر في الخلاط الكهربائي. عندي هنايا انا 3 ديال البيضات، غادي نزيد عليهم واحد معلقة كبيرة ديال السكر، شويه ديال الملحه، ماشي بزاف غير شويه، غادي نزيد واحد لافاني. الخميره ديال الحلوه غادي نخليها حتى الاخر. غادي نزيد واحد زلافه كبيره ديال الحليب، كاس ديال الفورس، وعندي هنايا واحد 4 كاس ديال الزبده مذوبه. غادي نسد عليهم وغادي نخلطهم، نطحنهم مزيان حتى يتخلط عندي الخليط. وجدات العجينه ديالنا غادي نزيد عليها الخميره ديال الحلوى، وغادي نزيد نخلطها من با واحد 5 ديال الثواني ولا 10 ثواني غير باش تخلط الخميره. العجينه ديالنا ها هي وجدات. غادي نقسمها على جوج كيف ما قلت لكم، النص غادي نصاوب فيه لي كوفر والنص غادي نصاوب فيه لي بانكيك. هذا اللي بقى هنايا هو ديال البانكيك. بالنسبه لي كوفر خاصنا نزيدو عليه الطحين حيت هما خاصهم يجيو شويه ثقال. غادي نزيد تقريبا واحد الكاس ديال الطحين وواحد المعلقه صغيره ديال الخميره الفوريه. غادي ندوب واحد معلقه صغيره مع مراش ديال الخميره الفوريه في واحد شويه ديال الماء يكون سخون باش تذوب دغيا، وغادي نزيدها على العجينه ديالنا وغادي نخلطهم مزيان. Thank you.
غادي نغطي العجينة ديالي هنايا وغادي نخليها حتى تخمر مزيان. في هذا الوقت هذه غادي نمشيو نوجدو لي بانكيك. عندي انا هنا هاد المقيله ديال البانكيك، كتسهل صراحه الماموريه، ولكن الا ما عندكمش تستعملوا مقله عاديه ما كتلصقش. غادي ندير فيها شويه ديال الزبده، غادي ندهنها وغادي نبدا نكب هذاك الخليط ديالي ونخليه ملي غادي يتحمر من واحد الجهه غادي نقلبها على الجهه الاخرى باش تحمر وطيب. العجينة ديال الكوفر تخمرات وجدات. غادي نجيب هاد لا ماشين ديال الكوفر، غادي ندير واحد شويه ديال العجينه، ما تكثروش بزاف باش ما تخرجش لكم من الشناب، وغادي نسدها ونخليها حتى طيب. كيف ما كتشوفوها هما كيجيو محمرين من جوج ديال الجوايه. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل العجينه اللي عندي. لي كوفر ديالي غادي نزوقهم بشويه ديال الزبيب وغادي ندير فوق منهم واحد صوص ديال الشوكولات اللي ذوبته، غير الشوكولات ذوبته مع شويه ديال الحليب. البانكيك ديالي درتهم هكايا ستاك وحده فوق وحده، غادي نزينهم بشويه ديال اللوز وغادي نزيد فوق منهم واحد شويه ديال الزبيب وغادي ندير فوق منهم العسل. هنايا رشيت فوق منهم شويه ديال السكر كلاصي. التزيين بطبيعه الحال كيبقى اختياري ليكم كيف ما بغيتيو. كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم وعطاكم فكره الفطور ولا الكوتي. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك، ابوناو في لاشين ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلامه.